النهارده اللي هي الميكانيزم اوف اكشن اوف بيتايت هرمونز. يعني ايه كلمه هرمون؟ الهرمونز دي علشان نقول عليها ان هرمون لازم يتوافر عليها ثلاث حاجات. لازم سكريتد فروم او بروديوسد فروم سيرتن جلاندز. مين هم الجلاندز اللي موجوده في الصوره؟ هايبوثالامس، بيتيوتري، ثايرويد، باراثايرويد، بنكرياس، الاوفري اند تيست. يعني هم بيجوا من اماكن معينه. الحاجه الثانيه يروح للبلاد. بعد ما يروح للبلاد يروح لفيريس اورجنز اند تيشوز. علشان نقول هرمونز اللي هم عباره عن ايه؟ سبستانس جايه من سبيسيفيك جلاند يروح للبلاد يروح لفين؟ فيريس اورجنز اند تيشوز. علشان يعمل الايفكت بتاعه. هذه التشو او السن اللي بيشتغل عليها الهرمون لازم يتميز بحاجه ان هم لازم يحتوى على سبيسيفيك ريسبتور لهذه الهرمون. يبقى معناه ان الهرمون بايند تو ريسبتور. الريسبتور دي حاجه من الاثنين، يا تكون جوه السن نقول عليها انترا سيلولار، يا تكون بره السن نقول عليها اكسترا سيلولار. كلمه اكسترا سيلولار يعني مش معناها بره الخليه بره، لا تبقى على السيل ميمبرين او البلازما ميمبرين. لو كان السيل ما تحتويش على ريسبتور يبقى ده مش اسمه تارجت تيشو. يبقى مين هو التارجت تيشو؟ اللي بيحتوي على ريسبتور فور هرمونز. مفهومه؟ ايه الكلاسيفيكيشن بتاع الهرمونز؟ الكلاسيفيكيشن بتاعه بيعتمد على اربع حاجات. في كلاسيفيكيشن حسب الكيميكال نيتشر. يعني ايه الكيميكال نيتشر؟ يعني هل هو بروتين ولا بيبتايد ولا امينو اسيد او استيرويد؟ طبعا انتوا اخدتوا من السنه اللي فاتت يعني ايه الفرق بين الثلاثه، بين الامينو اسيد والبيبتايد والبروتين. امينو اسيد هي الكومبوننتس بتاعت البروتين. لما تيجي الامينو اسيد تتحد مع بعضها بتكون حاجه اسمها بيبتايد. صح؟ فوق ال 50 بنقول عليها بروتين. خلاص؟ الحاجه الثانيه على حسب السايت اوف اكشن، اللي بيشتغل فين؟ الهرمون ده بيشتغل فين؟ يبقى حاجة من أربعة، يا أوتو كراين، بارا كراين، إندو كراين، إكسو كراين. لو أنت بصيت كلمة أوتو يعني ذا سيم، يعني يشتغل في نفس السيل اللي هو طالع منه. كلمة بارا يعني قريب، أدجيسنت، أدم. كلمة إندو يعني هو جوه جسمه. إكسو يعني هو خارج جسمه. نمسك كل واحد، لو بصينا لكل واحد من دول هتلاقيه يبتدي بثلاث كلمات. هتقول substance released by the cell. واقصد بكلمه substance ايه؟ هو الهرمون. يبقى ايه هو الاوتوكراين؟ ما انا فهمتها. هو عباره عن هرمون او substance released by the cell act in في نفس السيل اللي طلع منه. فاهم مفهومه؟ لما اقول كلمه باراكراين اقول نفس الكلمه. هي substance او هرمون released by the cell act on adjacent cells او neighboring cells. كلمة اندوكراين جوه جسم. جوه جسم فين؟ يعني هو هرمون أو سبستانس released by the cell secreted into blood to distant cells. أي مكان في جسمك. كلمة اكزوكراين يعني إيه؟ هو هرمون أو سبستانس released by the cell إيه؟ بس باص خلال دكت معين خرجته خارج جسمك. يبقى زي مين؟ سويت جلاند. سويت جلاند، سليفري جلاند. مفهومة؟ التقسيمه اللي بعد كده على حسب الووتر سوليوبيليتي، يعني بيدوب في الميه ولا بيدوبش في الميه؟ اللي بيدوب في الميه بنسميه ايه؟ هيدروفيلك. واللي بيدوبش في الميه نقول عليه ايه؟ هيدروفوب. احنا النهارده بيبتايد هرمونز، معروف البيبتايد دي بروتين، يبقى بيدوب في الميه ولا بيدوبش في الميه؟ يبقى هو هيدروفيلك ولا هيدروفوب؟ طب الاستيرويد هرمونز باذن الله اللي هتاخدوها، هي الاسترويد دي عباره عن ايه؟ عباره عن ليبل، يبقى هيدروفيلك ولا هيدروفوبك؟ اخر حاجه على حسب الميكانيزم اوف اكشن اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. اتقسمت الهرمونات على حسب الميكانيزم اوف اكشن الى تو جروبس، جروب 1 وجروب 2. جم السيادة العلماء بتوعنا قال لك ان جروب 1 هم الاسترويد وجروب 2 قالوا عليها بيبتايد. طب ما هو ممكن انت لما سيادتك تيجي تذاكر وتيجي بقى في وقت الامتحان لما اجي اقول لك قول لي مين هم الجروب 1 هرمون، هتقول ان هم البيبتايد. ولما تيجي الجروب 2 تقول لي هما الاسترويد، صح ولا لا؟ طب عايزين حاجه تفكرني، هنقولها بطريقه ان ساينتفك بحيث توصلني للحاجه اللي انا عاوزها. لو انت بصيت لكلمه استرويد هتلاقي ان كل حرف منها مش متكرر، صح ولا لا؟ لو بصيت كلمه بيبتايد هتلاقي ان في حرفين متكررين،
اللي هو البي، يبقى مين اللي متكرر اتنين؟ يبقى واحد ولا اتنين؟ اتنين. يبقى البيبتايد فين؟ جروب 2. والاسترويد فين؟ خلاص. مين هم الهرمونز اللي موجوده جروب 1؟ لازم تتحفظ. الاندروجين طبعا انتوا عارفين مين هو الاندروجين، اللي هم الميل سكس هرمون، استروجين، بروجسترون، جلوكوكورتيكويد، مينرالوكورتيكويد، ها؟ في الكالسيترايول هو فيتامين دي 3، في الثايرويد هرمونز، في الريتينويك اسيد. طبعا في اكيد بعضهم اخذتهم في سنه اولى وفي الباقي هتاخده في سنه ثانيه. هتلاحظ ان جروب 1 الريسبتور بتاعتها انترا سيلولار. الجروب 2 اللي هي بتاعتنا احنا النهارده اللي هي البيبتايد هرمونز، الجروب بتاعتها اكسترا سيلولار، يعني فين؟ او البلازما. لما جم اتقسمت الهرمونز دي اتقسمت الى اربع سب جروبس. ليه؟ لان الهرمون بتاع المجموعه دي الاكشن بتاعه مش هو اللي بيعمله. يعني مش معنى ان الهرمون اللي طلع من الاندوكراين جلاند لما جه يشتغل على التارجت سيل راح هو كمل المشوار، لا، في حاجه اسمها سكند ميسنجر. يعني ايه بقى؟ مين هيبقى طالما في حاجه اسمها سكند ميسنجر يبقى اكيد في حاجه اسمها فيرست ميسنجر. مين هو الفيرست ميسنجر؟ وعلشان تفهم يعني ايه ميسنجر، ميسنجر يعني حامل رساله او بوستاجي. مين اللي شال الرساله الاولى؟ هو الهرمون. جات له رساله انه يشتغل على السيل دي انه مثلا يزود الجلايكوليس، يزود الكريبس سايكل، يعمل لايبوجينيسيس. فهو راح هو حامل الرساله، اصبح هو الفيرست ميسنجر، وصل للسيل، عمل حاجه انه بايند مع الريسبتور. بس بعد كده ما كانش هو اللي كمل الشغل. لما جه اتحد مع الريسبتور طلع واحد تاني راح حمل الرساله بناء منه وراح هو اللي كمل المشوار، يبقى هو مين؟ مين هم السكند ميسنجرز؟ قال لك هم اربع حاجات، يا سايكليك اي ام دي، يا سايكليك كوانزين مونوفوسفيت، يا ممكن يكون الكالسيوم مع او داي اسايل كليسترول، ده هتاخدوه اللي هي في السلايد موجود في رقم 16، او انوزيتون ترايفوسفيت. الاخير اللي هو بروتين كايناز اند فوسفاتيز كاسكيد، ده احنا نشرح لازم يتقال كلمه كاسكيد، ما تقولش بروتين كايناز اند فوسفاتيز وتسكت، لازم تكمل الكلمه دي كاس ايه. يبقى على حسب هذا السكند ميسنجر اتقسمت، لما يكون سايكليك اي ام دي يبقى هي جروب 2 ايه، لما يكون سايكليك جوانوزين مونوفوسفات يبقى جروب 2 بي، لما يكون جروب 2 سي هيبقى مين؟ الكالسيوم او داي اسايد جليسرول والانوسيتول تراي فوسفيت. لما يكون بروتين كايناز اند فوسفاتيز هيكون مين؟ جروب 2 اي دي. هنمسك اول واحد ماشي، ايه بيتميز بايه؟ بالبيبتايد هرمونز. يعني ايه مميزاته؟ واحد، في حاجات انتوا عرفتوها، هيدروفيليك ولا هيدروفوبيك؟ هيدروفيليك. الريسبتور بتاعتها انترا سيلولار ولا اكسترا سيلولار؟ في حاجه ثانيه، الاكشن بتاعه از ميدييتد باي فاضل حاجه واحده انتوا مش عارفينها اللي هي ايه؟ الهاف لايف بتاعه في البلازما او الدم بيقعد ايام. هل تتوقع ان الاكشن بتاع الهرمون يقعد ايام؟ يقعد اسابيع؟ يقعد سنوات؟ يقعد ساعات؟ ولا دقائق؟ معروف اي هرمون يشتغل ايه؟ منتس في دقيقة بتاعه، بعد كده يحصل له كذا. يبقى الهاف لايف بتاعه از ايه؟ از شورت. ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ برضه انتوا عارفين ايه الجنرال ميكانيزم اوف اكشن؟ انتوا عارفين بايند تو سبيسيفيك ريسبتور which is located on and its action is mediated by او ده ايه؟ الجنرال ميكانيزم اوف اكشن لكل البيبتايد هرمونز. نمسك اول واحد، مين هرمونز بتستخدم السايكليك اي ام بي؟ مين هي الهرمونز اللي بتستخدم السايكليك اي ام بي كسكند ميسنجر؟ هي موجوده في ايه؟ هم واحفظوا صم، اف اس اتش، ال اتش، تي اس اتش، اي سي تي اتش، جلوكاجون، انتي دايروتيك. ايه الاكشن؟ خليك ماشي معاك خطوه خطوه عشان نفهم. اول حاجه تقول الكلام اللي انت عارفه اللي هو ايه؟ بيتكلم عن ميكانيزم اوف اكشن. هتقول ايه؟
هرمون بايند تو سبيسيفيك ريسبتور. يعني ايه؟ لو كان هرمون كذا بيتسمى باسم، في كلمه سبيسيفيك ريسبتور. يعني لما اقول تي اس اتش يبقى تي اس اتش ريسبتور، لما اقول ال اتش يبقى ال اتش ريسبتور. يبقى الهرمون بايند تو سبيسيفيك ريسبتور موجود فين؟ which is located on cell membrane او البلازما membrane. خلاص. النقطه الثانيه، لما الهرمون بايند مع الريسبتور يحصل ايه؟ لما احمد يمسك ابراهيم يبقى ايه؟ احمد ابراهيم، يبقى يتكون هرمون ريسبتور كومبلكس. هذا الهرمون ريسبتور كومبلكس يعمل ايه؟ ما هو لازم يطلع السكند مسج اللي هو مين؟ اللي موجود في التايتل، هو سايكل كي ام دي. هيعمل اكتيفيشن لحاجه اسمها جي بروتينز. طب ليه اسم البروتين ده اتسمى بجي؟ لانه دايما بيتحد مع بروتين اللي هو جوانوزين نيوكليوتايد، يعني يتحد مع جي دي بي او جي تي بي. لو انت بصيت في صوره دي يتحد مع ايه؟ ايه؟ يعني بيعمل ايه؟ لما الهرمون ريسبتور كومبلكس هيعمل اكتيفيشن لحاجه اسمها جي بروتين. اتسمى البروتين بجي بروتين ليه؟ لانه دايما بيتحد مع ايه؟ جي دي بي، يا بيتحد مع جي تي بي. الجي بروتين ده عباره عن ايه؟ بيتكون من ثلاثه سب يونت، الفا بيتا جاما سب يونت. مين هو الاكتف؟ الاكتف اللي فيهم او اللي بيعمل الاكشن صاحبنا اللي هو مين؟ الفا. يبقى اذا الفا سب يونت لما بيتحد مع البيتا والجاما يبقى ايه؟ الاكتف ولا ان اكتف؟ ان اكتف. لما ينفصل عنهم يبقى ايه؟ يبقى دي اول معلومه انا عرفتها. لو انت بصيت للصوره الله، هو لما ينفصل بيبقى متحد مع مين؟ مع جي دي بي ولا جي تي بي؟ جي تي بي. يبقى انت لما تيجي توصف تقول كده بيتكون من الفا وبيتا وجاما سب يونت. الالفا سب يونت لما تبقى متحده مع بيتا وجاما تبقى ان اكتف اند بايند ويز جي دي بي، اهو ده صوره الان اكتف فورم. لما يبقى اكتف يبقى الفا سب يونت بينفصل يبقى فري، والجي تي بي يحل محل مين؟ الجي دي بي، لان هو ده الاكشن. زي ما عايز تبتدي بجلايكوليسيس بتبتدي بايه؟ باي تي بي. انت عاوز ايه؟ انرجي، اهي نفس الشغل. فهمت؟ لما يبقى تلاحظ ان الالفا هتلاحظ ان فيها الفا اس. يعني ايه؟ يعني الالفا دي نوعين. يعني واحد في الفا يعمل اكتيفيشن او ستيميوليشن، وفي الفا يعمل انهيبيشن. فاللي بيعمل ستيميوليشن اخد الحرف الاولاني اقول عليه الفا اس. لما يكون انهيبيشن يبقى اسميه الفا ار. يبقى ممكن الانسولين، ممكن الهرمون اللي انت ده يعمل اكشن يزوده، وممكن يعمل يقلله. يبقى ده هو بيشتغل على مين؟ انا عايز ازود، يبقى اشتغل على الايه؟ الجي بروتين اللي فيه الفا. افرض ان هو عاوز يعمل انهيبيشن رياكشن، يشتغل على جي بروتين فيه الفا ار. افرض ان الالفا اس هو اللي طلع، يعني جي بروتين حصل له اكتيفيشن، يشتغل على الايه؟ يشتغل على انزيم تاني اسمه، خد بالك من النقطه، ادينايليت سايكليز. ده موجود فين؟ اذا كان الريسبتور موجود في السيل ميمبرين، تتوقع ان الجي بروتين موجود فين؟ في النيوكليوس؟ في السيتوزول ولا اسوشيتد مع السيل ميمبرين؟ طيب برضه هو محتاج انذر كومبوننت اللي هو ادينايليت سايكليز، هيبقى موجود فين؟ في النيوكليوس؟ في السيتوزول ولا موجود فين؟ على الانر سيرفيس بتاع مين؟ السيل ميمبرين. يبقى الاكتف فورم بتاع الجي بروتين اللي هو الالفا اس هيشتغل على مين؟ على الادينايليت سايكليز، يعمل له ايه؟ اكتيفيشن. ادينايليت سايكليز يعمل ايه؟ يحول الاي تي بي الى السكند مسج اللي هو ايه؟ سايكليك اي ام بي اللي هو 3 برايم 5 برايم. يعني ايه سايكل؟ سايكل ان في بوند بين 3 برايم و5 برايم، بوند كده. فالبوند دي لما اتعملت عملت ايه؟ رينج او سايكل، فعشان كده اسمه ايه؟ سايكل. السايكل دي لو اتدمرت حصل لها ديجراديشن يبقى ان اكتف عن طريق انزيم اسمه ايه؟ فوسفو دايستريز. يبقى الهرمون بايند تو ريسبتور ياكتيفيشن الجي بروتين، يعمل اكتيفيشن للادينايليت سايكليز، يحول الاي تي بي الى سايكل الاي ام بي. مفهومة دي؟ مين هم الهرمونات؟ احنا ايه؟ قلنا دي مهمة جدا بقى. يبقى في هرمونات بتطلع السايكل كي ام دي، وفي هرمونات بتقلل
السايكل كي ام دي. من الهرمونات اللي بتقلل السايكل كي ام دي دول يحفظوا صم ال اتش اي دي اتش تي اس اتش جلوكاجون تاني اسيتايل كولين والايه والانجيوتنس دي يحفظوا صم. مفهومه ديت؟ لما يطلع السايكل الاي ام دي ما هو لسه الشغل لسه ما انتهاش. يجي السايكل الاي ام دي يشتغل على بروتين كاينيز. يعني ايه كاينيز؟ زي ما قلناها السنه اللي فاتت. اي انزيم بيستخدم في الرياكشن اي تي بي او بيطلع اي تي بي اسميه كاينيز. ويتسمى باسم السبستريت فهو اسمه بروتين كاينيز. يبقى هنا السايكل الاي ام بي بيعمل اكتيفيشن على مين؟ على بروتين كاينيز. البروتين كاينيز ده بيحصل له اكتيفيشن للسايكل كي ام بي. عشان كده اسمه ايه؟ سايكل كي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. لان هو ديبندنت على ايه؟ الاكتيفيشن بتاعه. فعشان كده يقول لك اسمه سايكل كي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز او بيسموه بروتين كاينيز ايه. طب الايه دي جت من ايه؟ يا اخي جت انت كلمه سايكلك ايه؟ ايه ام بي. عشان يقول لك بروتين كاينيز ايه يبقى مين اللي بيعمل له اكتيفيشن؟ اللي هو سايكل كي ام بي. لو انت بصيت للبروتين كاينيز هتلاحظ ان هو بيتكون من ايه؟ اثنين كاتاليتيك واثنين ريجيولاتور. سيب كلمه اثنين دي. يعني ايه كاتاليتيك؟ اه يبقى انت اللي بتشتغل. يعني انت اللي تبقى اكتف. طب مين الريجيولاتور؟ الريجيولاتور يعني ايه؟ عندك احمد وابراهيم. ابراهيم لو مسك احمد مش هيتحرك. لو سابه احمد ايه؟ اتحرك. معناها ان الكاتاليتيك لما يبقى بايند مع الريجولاتوري يبقى ان اكتف. لما الكاتاليتيك ينفصل عن الريجولاتوري يبقى اكتف. طب مين اللي بيخليه ينفصل؟ لما السايكل كي ام بي يتحد مع مين؟ مع هذا البروتين كاينيز. يبقى السايكل كي ام بي اللي طلع لما يجي يتحد مع البروتين كاينيز ايه؟ يعمل له ايه؟ يفصل الكاتاليتيك من الريجولاتور. فالكاتاليتيك هيبتدي يشتغل. طب ايه شغلتك ايه؟ ما انت لسه قايل بتقول لي بروتين كاينيز. يعني ايه بروتين كاينيز؟ كل اي كاينيز يذكر في هذه المحاضره له جنرال ميكانيزم اوف اكشن. ترانسفير الفوسفيت من الاي تي بي تو تارجت بروتين او الانزيم فيكون مين؟ فوسفوبروتين. ترانسفير الفوسفيت من الـ ATP تو تارجت بروتين او انزيم فيكون اللي يعمل الفوسفوليشنال ريسبونس. بتاع مين؟ بتاع الهرمون. الهرمون اللي داخل كان دي عايز يزود جلايكوليسيس اهو يقعد يعمل يشتغل اهي بيكون هذا البروتين او الانزيم اللي يزود الجلايكوليسيس اللي انتوا اخدتوها السنه اللي فاتت. مفهومه؟ انا شرحت كل الكلام ده هيتكرر تاني وتالت. تعالى لسايكليك جوانوزين مونوفوسفيت، هبتدي اكرر نفس الكلام. سايكليك جوانوزين مونوفوسفيت هو نفس الاكشن بتاع مين؟ سايكليك اي ام بي، بس بدل ما اقول سايكليك اي ام بي اقول ايه؟ جوانوزين مونوفوسفيت. طيب لما اقول اي تي بي اقول مين؟ جي تي بي، يعني بشيل الاي واحط بدالها ايه؟ الجي. لما يعني اقول هرمونز يوزنج سايكليك جوانوزين مونوفوسفيت كل نفس الكلام ماشي. هرمون بايند تو سبيسيفيك ريسبتور صح ولا لا؟ ويتش از لوكيتد اون فورمينج هرمون ريسبتور كومبلكس. هنا بقى ملوش دعوه بالجي بروتينز. يبقى انا في الاولانيه قلت ايه؟ تيجي في الثانيه تشيل الجي بروتين يشتغل دايركت على مين؟ على بدل ما تقول ادينايليت سايكليز تقول ايه؟ جوانايليت ايه؟ سايكليز. يبتدي يعمل ايه؟ يحول الجي تي بي الى سايكليك اي ام بي سايكليك جوانوزين مونوفوسفيت. يجي سايكليك جوانوزين مونوفوسفيت يعمل ايه؟ يعمل اكتيفيشن على ايه؟ نفس الفكره سايكليك جوانوزين مونوفوسفيت ديبندنت بروتين كاينيز اللي هو يعمل ايه؟ ترانسفير الفوسفيت اللي هو ادعاء ان انت تقول ترانسفير الفوسفيت من ايه؟
من الـ ATP هنا بقى تقول الـ ATP إلى الـ target enzyme أو protein ويعمل الـ physiological response. يبقى أنا لو قرنت الأول مع الثاني هقول نفس الكلام. في الأول السايكليكين دي الهرمون بايد مع مين؟ مع ريسبتور. برضو هنا في نفس الكلام هيكون هرمون ريسبتور كومبلكس. ده هيكون هرمون ريسبتور كومبلكس بس في الأول هيشتغل على مين في الأول؟ جي بروتين يعمل له اكتيفيشن. فلما يعمل اكتيفيشن يشتغل على مين؟ على الأدينايلات سايكليز اللي هو لما يبقى اكتف يحول ايه؟ ATP إلى سايكليك AMP. نيجي هنا احنا قلنا الهرمون هيتحد مع الريسبتور هيكون ايه؟ هرمون ريسبتور كومبلكس. هيشتغل على مين؟ طنش الجي بروتين على دايركت. هنا أدينايلات يبقى هنا جوانايلات اللي يحول جي تي بي إلى سايكليك جوانوزين مونو فوسفيت. كل واحد من دول هيعمل اكتيفيشن لبروتين كايناز بس ده اسمه سايكل اي ام دي ديبندنت بروتين كايناز. ده اسمه سايكل جوانوزين مونو فوسفيت ديبندنت بروتين كايناز. الاثنين يعملوا ايه؟ ينقل الفوسفيت من الاي تي بي ما تقوليش جي تي بي الى التارجت انزايم او بروتين يعمل فوسفو بروتين فيعمل فوسفولوجيكال ريسبونس. في حاجه دي فاهمين؟ هرمونز يوزنج كالسيوم اند فوسفوليت. ما انت لسه قايل لي في الشريحه الثانيه ان هو داي اسايد كوليسترول وانزيتول داي فوسفيت. وهم دول جايين من مين؟ جايين من سبيسيفيك تايب اوف ايه؟ فوسفوليت. يعني ممكن يجي لك في الامتحان كده مثلا مش يجي بقول مثلا مين هو الفوسفوليبيد اللي بيستخدم كسكند مسج؟ اهو اهي السلايد عشان ما تقولش دي حاجه ما خدناهاش اهي عشان كده تعمدت ان احنا نقول فوسفوليبيد. طيب ايه اللي بيحصل؟ نفس الكلام يتقال لما قلت واحد جي تي بي اثنين ما ايه؟ ما فيهوش جي تي بي اجي في ثلاثه ايه؟ اجي له ثاني اقول ايه نفس الكلام هرمون بايند تو فورمينج هرمون ريسبتور كومبلكس ويتش اكت اون يعمل له اكتيفيشن صح؟ يجي يشتغل على مين؟ فوسفو ما هو ده فوسفو ليبل فوسفو لايبيز ايه سي فين صاحبنا؟ اه اكت على مين؟ فوسفو لايبيز سي. فانا ما تقوليش بقى دي نايلات سايكليز تقول لي ما هو جي تي بي راح جي تي بي جه جي تي بي هتقول لي ادي نايلات سايكليز وهني نايلات سايكليز نرجع تاني ادي نايلات. لا انت بتشتغل على فوسفوليد اهي بتشتغل على ايه؟ فوسفوليد اسمه ايه؟ فوسفولايبيز سي. سي دي جايه منين؟ لو انت بصيت كلمه الكليسترول سبيل كليسترول جي ال واي سي اي ار اي اللي بيفصل عند الكليسترول يبقى اسمه ايه؟ فوسفولايبيز سي. يعمل ايه؟ هيشتغل على سبيسيفيك تايب من فوسفوليبيد اسمه ايه؟ فوستي تايب اهو اسمه فوستي تايب انزيتو 4 5 بيس فوسفيت. هتيجي تقول لي ما قلتش داي ليه؟ اخدتها سنه اللي فاتت. لما يكون عندك اثنين فوسفيت متحدين مع نفس الكربون قول داي ادينوزين تراي فوسفيت ادونيزين داي فوسفيت يبقى الفوسفيت بالتحديد مع نفس ايه؟ لكن لما يكون عندك اثنين فوسفيت واحد شابك في كربون اربعه والتاني شابك في كربون خمسه يبقى داي ولا بس؟ بس بس يبقى اسمه فوسفيت داي انزيتول 4 5 بس فوسفيت. الفوسفولايبيس ايه يعمل ايه؟ يعمل له هيدروليسيس يعني يعمل له كراك داون يعني بيفصل عند الجليسرول هيطلع لك مركبين داي اسايد جليسرول اهو داي اسايد جليسرول انزيتول ترايفوسفيت يعني كان الانزيتول شابك مع مين؟ مع الجليسرول. فعمليه الفصل او الهيدروليس تمت فين؟ بين الجليسرول والايه؟ والانزيتول. فطلع مين؟ داي اسايد جليسرول وانزيتول ترايفوسفيت. كل واحد منهم له اكشن. هتيجي تقول لي طب ما انا كده ممكن اتلبخ اقول الاكشن بتاع الانزيتول ترايفوسفيت هو مين؟ هو الداي اسايد جليسرول. والداي اسايد جليسرول اقول الاكشن بتاع مين؟ افتكرها ازاي؟ كالاتي انطق واحد منهم انزيتول ايه؟ تراي ايه؟ اخر كلمه مين؟ فوسفيت. مين المينرال اللي ماشي مع الفوسفيت؟ مين؟
الكالسيوم والفوسفيت كالسيوم عرفتك. يبقى الانزيتور دراي فوسفيت يعمل ايه؟ ريليز الكالسيوم من الانتراسيلولار ستورز. فين صاحبنا؟ هو فين؟ اهو انزيتور دراي فوسفيت يعمل ايه؟ ريليز الكالسيوم من مخازن الكالسيوم اللي جوه الخليه. انا مش بقول مخازن الكالسيوم في جسمك، مخازن الكالسيوم في جسمك هي العظم، لكن جوه السيل هو مين؟ انتو بلازميك ريتيكولم يطلعه بقى. صح؟ يبقى تاني مين؟ يبقى كده فهمت بقى انزيتور دراي فوسفيت كالسيوم ريليز الكالسيوم من الانتراسيلولار ستورز. طيب الداي اسايل جليسرو يعمل ايه؟ يعمل اكتيفيشن لبروتين كاينيز سي. الله، ده في بروتين كاينيز اي سايكليك ام بي، في بروتين كاينيز سي. سي يبقى جليسرو، يبقى انت بتاع الفوسفات. يعمل ايه؟ بروتين كاينيز سي، خلاص ما تعرف بروتين كاينيز ايه؟ يعمل ايه بروتين كاينيز سي؟ زي اي كاينيز. ترانسفير الفوسفات من الـ ATP to target enzyme أو بروتين forming phosphobروتين يعمل physiological response. في حاجة دي؟ نيجي لصاحبنا الكالسيوم ده لما طلع يعمل إيه؟ كالسيوم. ثلاث حروف، أول ثلاث حروف مين؟ كالسيوم، أول ثلاث حروف إيه؟ كالميديولين، ثلاث حروف هو مين؟ يبقى كالميديولين ده عبارة عن بروتين بيتحد مع مين؟ مع الكالسيوم، عشان كده تسمى الاسم كال موديولين. وموديولين يعني موديوليشن، بيحصل له تغير لما يتحد مع الكالسيوم، فقال لك البروتين يسميه ايه؟ كال موديولين. يبقى الكالسيوم اللي يتحد مع الكال موديولين يكون كومبلكس اسمه كالسيوم ايه؟ كال موديولين كومبلكس، يعمل ايه؟ اكتيفيشن لكال موديولين ديبند بروتين كاينيز، يعمل ايه؟ ترانسفير الفوسفات من الـ ATP الى تارجت انزيم او بروتين يعمل فوسفوبروتين فيسولوجي. فيها حاجه دي؟ فيها حاجه دي؟ لو اتفهمت فكره هذه الميكانيزم هتلاقيها سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه. مفهومه؟ عايزينها تاني؟ عايزين تاني؟ معلش ما هنراجع تاني. ده كان ده اللي هو هرمون ايه؟ دي المجموعه الثالثه. يبقى احنا اخذنا كام مجموعه؟ جروب واحد، جروب اثنين، جروب ثلاثه. لما تيجي تسبب تخلص من كل جروب ارجع لجروب اللي قبلها. احنا خلصنا ثلاثه، قول لي بقى باختصار في خلال دقيقه ايه اللي حصل؟ ان في هرمونات هتبقى بايند تو سبيسيفيك ريسبتور. ماشي مع الثلاثه، هيكون هرمون ريسبتور كومبلكس، ماشي مع الثلاثه. هذا الهرمون ريسبتور كومبلكس اكتيفيت جي بروتين. يبقى انت مع واحد ومع ثلاثة. لما يجي الاكتيف جي بروتين اكتيفيت ادينايلات سايكليز، ده اكتيفيت مين؟ فوسفولايبيز سي، صح ولا لا؟ هو الجي بروتين اكتيفيت ده. لما يحصل اكتيفيشن ادينايلات سايكليز هيحول ال ايه؟ اي تي بي الى سايكليك اي ام بي، يبقى انت جروب 1. ده سيادته هيجي يشتغل على مين؟ على الفوسفولايبيز سي، يبقى انت بتشتغل على فوسفوليبيد. الله، ده انت تبع المجموعه الثالثه. مين هو الفوسفوليبيد؟ فوسفاتيدايل انزيتول 4 و5 بيس فوسفيت. ماشيين؟ لما يجي يتحد معاه يعمل له هيدروليسيس يكون ايه؟ تو كومبوننتس. داي اسايل جليسرول وانزيتول تراي فوسفيت. نرجع للاول. انت يا استاذ سايكل كي ام بي بتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اخد على اسمي يعني. اعمل اكتيفيشن لسايكليك اي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. اتكلم عنه بقى ترانسفير الفوسفات من الاي تي بي الى التارجت انزيم او البروتين. خلاص؟ تعالى على التالي. انيسيتول تراي فوسفات، فوسفات يبقى كالسيوم، ريليز الكالسيوم من الانترا سيلولار ستوكس. طب الكالسيوم لما يطلع جوه الخليه هيعمل ايه؟ كالسيوم يتحد مع مين؟ كالميديولين، يكون كومبلكس كالسيوم كالميديولين، يعمل ايه؟ بص الثاني عمل ايه؟ الثاني عمل ايه؟ عمل اكتيفيشن سايكل اي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز، يبقى ده ايه؟ كالميديولين ديبندنت بروتين كاينيز. تعالى يا داي اسايل جليسرول يا سيدي، ما انا زي اللي جنبك بس في النهايه. يعني ايه؟ يعني انا بعمل اكتيفيشن لبروتين كاينيز سي،
يعني زي باقي ترانسفير الفوسفات من الاي تي بي الى ايه؟ الى تارجت انزيم هرمونين. تعال اللي في النص، انا هرمون ريسبتور كومبلكس بس ماليش دعوه بالجي بروتين، انا بشتغل دايركت على ايه؟ جوانيلين سايكليز، احول الجي تي بي الى سايكليك جوانوزين مونوفوسفيت. انت يا سايكليك جوانوزين مونوفوسفيت بتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ماشي بعمل زي الباقيين، بعمل اكتيفيشن لسايكليك جوانوزين مونوفوسفيت الفندن والكلام ده. هرمونز المجموعة الرابعة تحتاج بروتين كاينيزس اند فوسفاتيزس كاسكيد. يعني ايه كاسكيد؟ انت سيادتك لما تقول ان لما يطلع شيء يعمل اكتيفيشن لبروتين وبس ما تقولش كاسكيد، لكن لما يقول يعمل اكتيفيشن لبروتين وبعدين يعمل اكتيفيشن لبروتين وبعدين يعمل اكتيفيشن لبروتين ده يبقى اسمه كاسكيد. الريسبتور دي حاجه من الاثنين، ريسبتور خد بالك من النقطه انترنسك اسوشيت. يعني ايه انترنسك؟ داخل في تكوين هذا الريسبتور، يعني زي الاستومك، الاستومك فين؟ جوه. دي انترنسك ريسبتور. ايه الانترنسك؟ تايروزين كاينيز. يعني ايه اشمعنى تايروزين اتسمى باسم التايروزين؟ لان التايروزين ده امينو اسيد لما يحصل له فوسفوريليشن يزود الاكتيفيتي بتاعته. يبقى انا بتسمى باسم الشيء اللي بيعمل لي اكتيفيشن اللي هو تايروزين كاينيز. يبقى في ريسبتور داخلها جواها ايه؟ تايروزين كاينيز. ادي لي اكزامبل مهم جدا جدا جدا، انسولين. يبقى الانسولين ريسبتور ويز انترنسك تايروزين كاينيز. الانسولين ريسبتور ده عباره عن ايه؟ جلايكو بروتين. يعني ايه جلايكو بروتين؟ ما تقالش ليه بروتيو جلايكان، لا على حسب مين الاكثر. لما يكون البروتين اكتر من الكربوهيدرات المفروض يتنقل ايه؟ انا جلايكو بروتين، يبقى انا اكتر داخلي تكوين البروتين مع كميه قليله من الكربوهيدرات. لكن لما اقول بروتيو جلايكان انا اكتر كربوهيدرات مع كميه قليله من الكربوهيدرات. يبقى هو جلايكو بروتين ولا بروتيو جلايكان؟ ام اس كيو العبك فيها. هو جلايكو بروتين عباره عن اثنين الفا واثنين بيتا سب يونتس. مين اللي بره؟ اللي بره اثنين الفا، وهذه البلازما ميمبرين. يقول لك البيتا سبان. يعني ايه سبان؟ دي حيطه ودي ايد. لو الايد دخلت جوه الحيطه ودخلت في الناحيه الثانيه اسمها سبان. يعني انا ليا جزء بره وجزء في النص وجزء ايه؟ خارج الحيطه. يبقى دي اسمها سبان. البيتا سب يونت ايه؟ اهو خلاص ده سبان خلال البلازما ميمبرين تو سايتوزول. خلاص؟ لما يجي الهرمون اللي هو الانسولين مثال، لما يجي يتحد مع الانسولين ريسبتور هيتحد مع مين؟ ما هو اكسترا سيلولر. في مين اللي بره؟ الالفا ولا البيتا؟ ما معلش الفا يبقى وراه ايه؟ يبقى مين اللي ظهر؟ يبقى بيبايند مع مين؟ مع الالفا سب يونت اوف انسولين ريسبتور، فيكون ايه؟ هرمون ريسبتور كومبلكس. شوفوا بقى لما يتكون هذا الكومبلكس يحصل ايه؟ يحصل فوسفوريليشن. ده مش فوسفوريليشن، اسمها اوتو فوسفوريليشن. يعني ايه اوتو؟ يحصل اوتو فوسفوريليشن للتايروزين ريزيديوز اللي موجوده في البيتا سب يونتس، عشان كده اسمها اوتو فوسفوريليشن في نفس الريسبتور. الاوتو فوسفوريليشن ده هيعمل ايه؟ هيزود التايروزين كاينيز اكتيفيتي اللي موجوده في البيتا سب يونتس. معايا؟ الانسولين لما جه يتحد مع الالفا سب يونت عمل ايه؟ فوسفوريليشن للتايروزين ريزيديوز اللي موجوده فين؟ في البيت. عملت ايه؟ اهي كاسكيد. عملت فوق ايه؟ اكتيفيشن لتايروزين كاينيز اللي موجوده في البيتا سب يونت. لما التايروزين كاينيز ده لما جه حصل له فوسفوريليشن وزادت الاكتيفيتي بتاعته عمل ايه؟ عمل فوسفوريليشن اند اكتيفيشن لبروتين موجود في السيتوزول اسمه انسولين ريسبتور سبستريت.
انسولين ريسبتور سبستريت. هتيجي تقول ايه الاسم ده يا اخي؟ ما هو صح. سبستريت يعني ايه؟ يعني حاجه اشتغلت عليه. مين اللي اشتغل عليه؟ انزيم اللي هو مين؟ تايروزين كاينيز، صح؟ طب التايروزين كاينيز موجود في ايه؟ في الانسولين ريسبتور. يبقى هو اسمه ايه؟ انسولين ريسبتور سبستريت اي ار اس. لما حصل له فوسفوريليشن واكتيفيشن هيعمل ايه؟ بايند اند اكتيفيت بروتين كاينيزس اند فوسفاتيز عشان يؤدي الاكشن بتاعه. نقولها تاني. الصوره دي هي دي الموضح. الانسولين بيتحد مع مين؟ مع انسولين ريسبتور. الفا ولا بيتا؟ الفا. يكون ايه؟ كومبلكس. لما يحصل اتحاد بين الانسولين والريسبتور هيعمل ايه؟ اوتو فوسفوريليشن للتايروزين ريزيديوز اللي موجوده في البيتا سب يونت بتاعت الانسولين. لما حصل اوتو فوسفوريليشن للتايروزين ريزيديوز عملت ايه؟ ما هو يعني ارجع تايروزين كاينيز ايه؟ اكتيفيتي. عملت ايه؟ زودت التايروزين كاينيز اكتيفيتي اللي موجوده فين؟ في البيتا سب يونت. لما هو حصل له اكتيفيشن حصل ايه؟ راح اشتغل على مادة اسمها انسولين ريسبتور سبستريت، عملها فوسفوريليشن يعني عملها اكتيفيشن. طب هو بقى لما بقى اكتيفيشن عمل ايه؟ بايند اند اكتيفيت سبيسيفيك بروتين كاينيزز اند فوسفاتيز علشان يعمل ميديت الاكشن بتاع مين؟ الانسولين. مفهومه دي؟ ريسبتورز اسوشيتد ويز تايروزين كاينيز يعني ادي تنسون ريسبتور سيتو بقى موجود فين؟ اهو. الثاني كان فين؟ الاولاني كان فين؟ جوه الانسون ريسبتور. لا ده فين؟ معايا لازم كام؟ اهو. سيبك من الاسم. هو فين؟ هو هنا؟ لا هو. مين هم الهرمونز؟ لهم حرف الار بعد الحرف الاولاني من كل كلمه. هو مين؟ زي مين؟ كروس هرمون جي ار برو لاكتين اريثروبويت. في حاجه دي مش ريسبتور او الحرف ايه؟ ار اسوشيت. هم مين؟ ثلاث هرمونات مهمه جدا لهم حرف الار في بعد الحرف الاولاني كروس هرمون برو لاكتين اريثروبويت. بيحصل ايه؟ نفس الكلام. انت بتبص ما فيهاش اي مشكله. الهرمون اللي هو الكروس هرمون او البرولاكتين بايند تو اتس سبيسيفيك ريسبتور اللي هو موجود في ايه؟ على سيل المبرين. يعني اكسترا سيلر ولا انترا سيلر؟ اكسترا سيلر. لما يجي هذا الهرمون يجي يتحد معاه يحصل ايه؟ يعمل فوسفوريليشن لنفس الفكر لمين؟ ها؟ لتايروزين كاينيز الموجود اسوشيتد معاه فيعمل له ايه؟ اكتيفيشن. اسمه ايه صاحبنا ده بقى؟ ما هو تايروزين كاينيز اسمه يا سيدي جاكس جينس اللي هو اسم الراجل اللي اكتشفه. فين يا عم؟ فين اهو اسمه ايه؟ جينس. يبتدي يعمل ايه صاحبنا؟ ها؟ سيبك من الكلمه دي عادي. ايه؟ يعمل اكتيفيشن لبروتين هرمون ريسبتور انتر اكشن اكتيفيت اهو اسوشيتد سيتوبلازميك بروتين تايروزين كاينيز اسمه ايه؟ ساتش جاكس جينز. يبقى لما يجي هذا الهرمون يتحد مع الريسبتور هيكون كومبلكس يعمل ايه؟ فوسفوريليشن اند اكتيفيشن لايه؟ لسبيسيفيك تايروزين كاينيز اسمه جاكس اسوشيتد مع هذا الريسبتور. لما يبقى صاحبنا ده يبقى اكتيفيشن هيعمل ايه؟ هيعمل فوسفوريليشن اند اكتيفيشن لبروتين تاني موجود في السيتوسول اسمه ستاتس. وستاتس يعني ايه؟ سيجنال ترانسديوسر and activation of transcription يعني له علاقه الدي ان ايه والار ان ايه.
ده انت ليك شغلانه ثانيه. يبقى اذا خد بالك، يبقى لما هذا الهرمون اتحد مع الريسبتور عمل ايه؟ فوسفوريليشن اند اكتيفيشن اسوشيتد تايروزين كاينيز، اسمه ايه مثلا؟ جاكس جيمس كاينيز. راح بقى عمل ايه؟ كاسكيد فوسفوريليشن اند اكتيفيشن انذر ثاني من البروتين اسمه ستاتس. يعني ايه ستاتس؟ اس تي اي تي سيجنال ترانسدكشن سيجنال ترانسديوس اند اكتيفيتور اوف ترانسكريبشن. لما ده يبقى يحصل له اكتف، واحد مع واحد يلزقوا في بعض يعملوا لي دايمر. يعني واحد ستات اكتف مع واحد ستات يشتغلوا مع بعض، اتحدوا مع بعض يعملوا لي ايه؟ الدايمر ده يخش جوه ايه؟ النيوكليس. يروح فين النيوكليس؟ مع ترانسكريبشن، يبقى رايح لمين؟ الدي ان ايه. بايند تو سبيسيفيك سايت، كفايه عليك تقول الكلمه، بايند تو سبيسيفيك سايت. اند اكتيفيت ولا انهبت ترانسكريبشن؟ افرض انت مش عارف، ارجع للكلمه تاني. سيجن ترانسديوسر اند اكتيفيتور اوف ترانسكريبشن، يبقى هو بيعمل ايه؟ اكتيفيت ترانسكريبشن عشان يطلع المسنجر او الايه؟ يحصل له ترانسليشن ويتكون التارجت بروتين او الانزيم اللي يؤدي وظيفه الفيروس هرمون او في حاجه دي. دكتور الستات يعتبر سكند مسنجر؟ ها؟ ستات يعتبر سكندري مسنجر؟ ما هو كل ده سكند. مين هم السكند مسنجر يا جماعه؟ مين هم؟ اللي هو اخر واحد يدي الاكشن بتاع البروتين كاينيزس اند فوسفاتيزس. سايكليك ايه دي؟ ها؟ سايكليك وانوزين مونوفوسفيت ها؟ داي اسايل جلاس. مين معانا انا مين؟ هل انا قلت ستاتس؟ لا. هل انا قلت شاكس؟ يبقى مين هو سكن ميسنجر في المجموعه الرابعه الاخيره؟ هم طلعوا من مين؟ من الترانسكريبشن. لما عمل ميسنجر ار ان ايه يروح ترانسليشن يكون سارجت انزيم او بروتين اللي هم دول. بالظبط. في حاجة؟ في حاجة؟ الله يعطيك العافية.